في بيوتنا وتستمر الحياة. ننتقل مشاهدينا إلى موضوع آخر في يعني فقرتنا المنوعة وهي كشكول، حيث يجمع العرض المسرح الغنائي حدوتة أندلسية أكثر من 35 مغنيا من جوقة أمان للغناء الشرقي في الأردن مع عدد من الموسيقيين والممثلين ليقدم عملا فنيا عربيا إسبانيا يعكس تجانس الأندلس. ونظم العرض ليلة واحدة فقط على خشبة مسرح كلية في الأردن في جبل الوبدة بعمان، ويدور وقائع تدور وقائع المسرحية أو الحدوتة في قصر مظلم بمدينة قرطبة الأندلسية. وبدأت هذه الحدوتة بمقتل الخليفة المستكفي بالله ومحاولة ابنته الشاعرة ولادة التي تعلقت به تعلقا لا مثيل له في البحث عن الحب الذي فقدته لعلها تجده بين الناس. ويرى مؤلف العمل ريبال الخضري أن المسرحية تذكر الناس بأمجاد وثراء تاريخ الأندلس.